عملية التنقيب اللي كان ساهم فيها السلطة المحلية وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنقيب على الكنوز. يعني مني دخلنا عاوتاني تفاجئنا بعد 10 بعد سنين دخلنا تلقاو في القبة ديال الإمام تلقاو واحد البيت تحت الأرض وتلقاو واحد الطابة يعني والصنادر تبان لكم هما. ومني تنهضروا بحال هكا ما كاينش مسؤول اللي غادي يوصل لنا التفسير علاش هذيك الحفرة اللي مديورة تمايا. وتتمنى من السلطة المحلية ديال آسفي اللي كانت في الخمس سنين اللي فاتت تم واحد المراجعة واللي كانوا مرأسين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تم واحد المراجعة كيفاش المسجد اللي سد. وهذا الخطاب موجه جلالة الملك محمد السادس. حنا ما كنجبروا لا فين نصليو ولا حتى حاجة. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، والله يرحم من قراكم، الله يعاود لكم في وليداتكم. الطلب الوحيد اللي عندنا هو يتصب لنا هذا الجامع الكبير ديال المدينة. هو راه أتاري، راه من الأول راه ما عنده حتى تاريخ. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير لما حلوا لنا الجامع. نذكروا فيه الله تبارك وتعالى، ما عرفناش باقينا في الدنيا. ما عرفناش ساعتنا إمتى غادي تقيم، الله أعلم. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، والله يرحم من قراكم ومن وصلكم. هذا هو الطلب ديالي أنا اللي كنطلبوا كاملين ديال المدينة القديمة. الطلب ديالهم هو الجامع الكبير يتحل لينا. هذا هو الطلب ديالنا في المدينة القديمة. هذا الجامع راه صلوا فيه جدودنا وصلوا فيه والدينا، وحنا تحنا كبرنا، حنا تحنا تبارك الله العظيم 65 عام تحنا كنا نصلوا فيه. الطلب الواحد اللي عندنا هو صحلوا لنا الجامع، الله يجازيكم بخير. مسجد القصبة سدوه وداروا منه شي حاجة، هزوا شي حاجة منه، شي حاجة هذاك الشيء تتخصم هما، يا ما عرفش انا داك الشيء اللي هزوا من تما. المهم والجيل الكبير تا هو نفس الطريقة تا تسد على قبل هاد المسألة هاذي. هو مصلوح، هو الصغار شي ترميم من عمر الحيوط وداك الشيء، والسقف ديالو باقي صحيح. شنو هاد المسألة بحالها؟ شنو هاد المسألة اللي عارفينها السكان وعارفينها؟ هزوا المواطنين؟ علاش هاد القضية شنو المسألة اللي كيشدوا منها؟ هزوا هاداك الشيء ديال الألماس، شي حاجة بحال كل اللي تديروا. واش عندك دلائل على هاد الهضره؟ شفتوا شي حاجه؟ السكان شافوا شي حاجه ولا غير هضره ديالك؟ انا سامع هاد المساله، ما شفتش، انا غير سمعت صراحه، هي اللي سمعت ولكن ما شفتش. سمعت بالله تهزوا منه شي حاجه وسدوه وغلقوه، فهمتي؟ هو نيت كان مسدود وحلوه وسدوه في نفس الوقت، ما كانش تيصلوا في هذيك الساعه تتسد كاع، هزوا منه شي حاجه وعاودوا سدوه. خاصه واحد الترميم حتى هي من على برا، وحشو الترميمات من الداخل. والجامع لما كنتوش توما قادين بالمسؤولية، ممكن ليكم تعطوا لشي واحد شي مقاول يكون قاد بالمسؤولية ويصرح لينا داك التصريح ديالو، ويدخل خرج يمشي التصريح في أقرب وقت من هذا المسجد. شحال خاصو؟ حقاش حنا راه صبرنا بزاف، شحال خاصو باش يصلح هذا المسجد هذا ويعطونا داك الشيء؟ حقاش راه كاينين المحسنين والمحسنات باغي يصلحوا هذا المسجد، وكاينين متطوعين. إذا كيف ما شفنا وكيف ما سمعتوا تصريحات بعض المواطنين للمدينة القديمة، فالله يجازيكم بخير. حنا بدورنا كنوجهوا رسالتنا لجميع المسؤولين على تهميش وعدم مراقبة وصيانة هذه المساجد اللي كتعتبر ثروة تاريخية كبيرة في مدينة آسفي. كنتمنى صدى أصوات هاد المواطنين يوصل ويتفتحوا المساجد ويكون فيهم ويكونوا مكان اللي رفع كلام الله. دمتم في رعاية الله، ودائما الرقم موجود بالشاشة للتواصل معنا لإيصال صدى أصواتكم.